هيئة الاستثمار السورية نافذة الاستثمار هنا مكان واحد لكل متطلبات الاستثمار المحلي والخارجي إجراءات مبسطة جودة في الأداء سرعة في إنجاز الموافقات والتراخيص والتصاريح كل ما يحتاجه المستثمر موجود في دليل الاستثمار هو أكثر من دليل وسيلة ومنارة يختصر بها الجهد والزمن لكن قبل كل شيء لابد من جولة في المنصة الرقمية الأهم الخريطة الاستثمارية بوابة الفرص الاستثمارية المتاحة لكل جديد قاعدة بيانات شاملة وشفافة في الشكل والمحتوى تضع المستثمر أمام كل مجالات الاستثمار المثلى والواعدة الحالية والمستقبلية تدعم قرار المستثمرين المحليين والأجانب في أي قطاع أو أي محافظة حقوق المستثمر وضمانات الاستثمار أولوية هنا تقدم لهم خدمات مثالية ورعاية متكاملة تخفيضات ضريبية تصل إلى 100% لا سيما لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني 75% لمشاريع المناطق التنموية 50% لمشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الطبية إعفاءات وتسهيلات جمركية قوافز مالية متعددة بالليرة السورية والقطع الأجنبي وتسهيلات كبيرة لتحويل الأرباح والفوائد السنوية مئات الفرص الاستثمارية في كل المحافظات السورية وفي كل القطاعات تلبي حاجات التنمية وتنطلق من الإمكانات والمزايا النسبية في سوريا كل متطلبات المستثمر متاحة عبر مركز خدمة الاستثمار سرعة في منح إجازات الاستثمار تبسيط الإجراءات تأسيس وتنفيذ المشاريع مع بداية تطبيق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ازدادت وتيرة الإقبال على الاستثمار عشرات المشاريع منحت إجازات الاستثمار مشاريع في الطاقة المتجددة وأخرى في صناعات متنوعة غذائية دوائية استخراجية بلاستيكية كيميائية ونسيجية أيضا توزعت هذه المشاريع في العديد من المحافظات السورية
قد يكون المستقبل حلما يصل حد الغموض، لكن بوجود الأمل ببناء حقيقي وعلى أسس متينة مسلحة بالإرادة، سنمضي قدما وبالعمل الجاد سنصنع غدنا.
صباح الخير فراح، صباح رشا، صباح الخير لك المشاهدين الاخباريه السوريه، صباح الخير لكل مين انضم لنا برحلتنا الصباحيه بساعه وربع من الوقت. نتمنى هذا النهار يكون نهار مميز عامل معه انفراجات كثيره على كل الاصعده. اهم شيء طبعا راحه البال للكل، راحه البال لك ان شاء الله يا فرح لك لكل حدا يوم حلو. صباح الخير لك الاشخاص اللي مرافقين برحلتنا الصباحيه لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، وكثير من الامنيات الحلوه لكم ان شاء الله بالانفراجات والرزق الكريم. خلينا نبلش صباحنا ونروح لبدايه لفاصل.
مميز من سلطنة عمان، لكن مشهورة الأكلات السورية وين ما كانت. أبو أحمد الرجال اللي فتح مطعمه بسلطنة عمان رجع على الطريقة الحلبية. مجرد ما نذكر أكلات سورية بطريقة حلبية، هي قد إيه لحالها ممكن نحن نتخيل الفكرة قد إيه اليوم أكلات طيبة وشهية حتكون حلبية. يعني رحنا فورا للكباب والكباب وهدول القصص، يعني كل شيء رشا خليك. خلينا نشوف التقرير شو بيحمل معه من شغلات جديدة ومتنوعة. جمع الشيف أبو أحمد خبرة عشرات السنين من العمل في سلطنة عمان بمجال الطبخ، وما تعلمه في مدينته الأم حلب ليفتتح أول مطعم مختص بالأكلات المقدمة على الطريقة الحلبية الخاصة والشهيرة. الأكل الحلبي معروف صراحة، أنا كله حطيته بهالمطعم هذا صراحة، والدجاج واللحم كله فريش وكله شيء متبل، على حتى البهارات جايبة من سوريا، والدبس الفلفلي واللي كله شغل سوريا. يعني صراحة أنا بشحن كل فترة وبجيبها كلها فريش. بالنسبة للعمانيين طاير عقلهم صراحة، أكل بقولك أول مرة فعلا أكل سوري. أنا حلبي مشهور لهالدرجة هاي، يعني أنا باكل أكل شامي باكل، بس عنده تميزته بالأكل الحلبي المضبوط بصراحة على أصوله. هنا في أحد أهم شوارع العاصمة مسقط يقبل الزوار من كافة الجنسيات على مأكولات سورية تحتوي مذاق حلبي خاص لأول مرة. فالسر عند من يقدمها بأنه يشحن التوابل وما يحتاجه من حلب مباشرة إلى مسقط ليحافظ على سوية مذاقه الخاص، وطريقة التقديم التي تعكس بيئة حلب التراثية والحضارية. الأكل السوري ما له كلام نهائيا، أكل طيب ما في أحلى منه. وأنا دائما أي مطعم جديد سوري تكون متواجد دائما فيه. يؤكد الزوار أنهم يواظبون للحصول على هذه المأكولات التي قد تتشابه في عنوانها مع مطاعم أخرى، لكنهم يحصلون هنا على وجبة تنقلهم إلى سوريا وأصالة مطبخها الحلبي. ما شاء الله عليه، وجبات طيبة وأكل بلاوي أكل طيب. بالنسبة للحوم والدواجن، اللحوم والدواجن الطازجة، وهذا مش أول زيارة لي في المطعم، زيارة المطعم كذا مرة. أول مرة أجي هنا وأنا جيت على طلب ولادي، لأن هم جم هنا مع أصحابهم وجربوا الأكل وعجبهم قوي الستاف هنا والشيفات وكده وطريقة الأكل والتقديم والأسلوب بتاع الناس هنا ما شاء الله محترم جدا ومعاملة جميلة جدا. يعني نجح العم أبو أحمد بنقل
الحلبي إلى العاصمة العمانية مسقط، وجدت بالزبائن عبر النكهة الخاصة التي يتميز بها. سمر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. جوعونا يا فرح. ثلاث حلبية رشا وتوابل وبهارات، انا كثير بحبهم دول. قد ايه الاكلات السورية بشكل عام يعني برات سوريا كثير محبوبة عند الناس يعني؟ حتى بمصر كمان عم نشوف افتتاح محلات بشكل كثير كبير، مطاعم للسوريين اللي اثبتوا قد ايه صحيح. نتمنى لهم التوفيق وين ما كانوا. خلونا نكفي بباقي فقراتنا لليوم، واول ما اول خلونا نروح قبل ما نستقبل اول ضيف لنكون بمعلومات ضمن هذا التقرير. تعلم أنه يمكننا حسب بعض الدراسات تحديد معالم يومنا المقبل إلى حد كبير، سواء كان إيجابي أو سلبي، وذلك من خلال آخر 10 دقائق قبل النوم. فالمسؤول عن عملية النوم هو عقلنا اللاوعي، يجعل الأفكار التي تتراوت قبل النوم عالقة باللاوعي أثناء النوم، يتحول عقلنا الباطني إلى مغناطيس يجذب هذه الأفكار إلينا سواء كانت إيجابية أو سلبية. وللاستفادة من ساعات النوم نبدأ بخطوتين. الأولى هي دخول النوم بنية الراحة حتى لو كانت الساعة قليلة وغير كافية. أما الخطوة الثانية هي التفكير بإيجابية سواء بأحلامنا أو أهدافنا، يكون يومنا إيجابي وأحلامنا سهلة الوصول. وهل تعلم أن العديد من الدراسات أوضحت أن الأشخاص الناجحين يدركون أن نجاحهم يبدأ وينتهي بصحتهم العقلية والبدنية التي تعتمد 80% تقريبا على النوم. فالكثير من الناجحين يعتمدون بنجاحهم على الوقت الأخير قبل نومهم. منهم من يقرأ يوميا قبل النوم ويضعون قائمة بالمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ليسهل إنجازها، ومنهم من يتصور الغد بنتائجه الإيجابية لما يعملون عليه، ويتأملون بثلاثة أشياء يتمنون حدوثها، مما يجعل العقل الباطني يعمل بأضعف قوته ويجذب هذه الأشياء وتتحقق أيضا. يمكن أن نعتبر الأمر ككلمة سر للبقاء متحفزين وعلى ثقة بقوتنا.
بطني، وخاصة في الأوقات التي نتعرض فيها للضغوط. رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم من صادف كتير أشخاص بحياتنا اليومية. للأسف بعالم الشخصية النرجسية، وهون يمكن بيكون تأثير ممكن يكون سلبي على الوسط المحيط. طبعا أحد الباحثين البريطانيين رشال معايير للشخصية النرجسية. فشو هي المعايير اللي ممكن نعتبر الشخص النرجسي هو شخص مريض بحاجة لأدوية أو لا؟ كيف فينا نحن ممكن نصلح أو نقوم شوي من سلوك الشخصية النرجسية؟ هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتور راغد هارون. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباحك دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن شخصيه موجوده بكثره بمجتمعنا، يعني وخاصه بهذا الوضع، يعني صار كثير هي الظاهره موجودة، وخاصة إذا رحنا على السوشيال ميديا. اليوم تخيلي فرح إنه صورة السيلفي صارت تعتبر من النرجسية وحب الذات قد ما كثير عم نشوفها. يعني بداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع، خلينا نحكي عن الصحة النفسية بشكل عام. صباحكم يا رب. ونتمنى الصحة النفسية للجميع بكل أنحاء العالم اللي يعني مضطرب بهالأيام هي. إن شاء الله يا رب يعم السلام، لأنه أهم صحة نفسية بالعالم هي السلام داخلي دكتور. السلام عند كل الدول، يعني إلى الآن العالم ما تطور من أيام الحرب العالمية الثانية إلى الآن ما تطور بشيء سوى بأنه زاد من تطوير السلاح، وهذا بالنسبة للطب أو بالنسبة للإنسانية ما هو شيء جيد. التطور بيكون بالإنسانية وبمنع كل هالأسلحة ومنع الحروب كلها. إن شاء الله يا رب بنقدر ومشيئة ربنا. طبعا هي صحة مهمة جدا عند الإنسان، لا بل تفوق الصحة الجسدية. من دون صحة نفسية لا نستطيع أن نقوم بعمل سليم، من دون صحة نفسية لا نستطيع أن نقوم بتواصل سليم مع الآخرين، من دون صحة نفسية لن نستطيع أن نركز بعملنا بتربيتنا لأولادنا لأي شخص من أسرتنا. فالصحة النفسية
يعرفوا بانه هي مجموعه او هي القدره على التواصل السليم مع الشدات النفسيه بالحياه. يعني نحن لا نعتبر انه الشخص اللي عايش حياه او صحه نفسيه هو شخص لا يتعرض للشدات، لا هو يتعرض ولكن في عنده القدره وعنده الديفنس ميكانيزم اليات الدفاع وعنده مجموعه الافكار والتربيه السليمه، لان العائله هلا بنشوف قديش مهمة للصحة النفسية، التربية السليمة والتنشئة السليمة والتعليم السليم اللي بيمكنوا على التأقلم والتفاعل السليم بعيدا عن الانفعال أمام المواقف المختلفة بالحياة. أنا سليم نفسيا معناته أنا قادر على أن أتعامل مع كافة الظروف وبكل الأماكن الجغرافية بالعالم بشكل سليم. ماني سليم أمام أبسط الأمور، ممكن أنه يصير في عندي غضب، يصير في عندي توتر، تنهز الشخصية. نعم تنهز الشخصية، في كلام سريع. أنا بس في نقطة بحب يعني أنا بخاف مشاهدينا الكرام يكونوا عم يعتبروا أنه نحن دائما لما نحكي عن اضطراب الشخصية نحن نفترض سلفا بانه كل الناس عندها اضطراب شخصيه ولكن كل واحد عنده نوع من الاضطراب. لا، نحن لا نقول هذا الكلام. الناس معظمها سليمه نفسيا ولكن لما نتحدث عن اضطراب شخصية فنحدده بمحدداته ومعاييره الخاصة وله نسبة معينة بالمجتمع، مثل ما رح نشوف هلا النرجسية بتوصل لستة بالمية في الحدية والسيكوباتية وغيرها، يعني لهم نسبة بين 3% من المجتمع والباقي الشخصيات. الدكتور اليوم اخترنا النرجسية لأنه يمكن هذا المصطلح صرنا نسمعه كثير بحياتنا اليومية، شخص نرجسي شخص نرجسي. شو هو الشخص النرجسي بداية؟ نحن كيف نقدر نفرق بين شخص متصالح مع نفسه بين شخص واثق بنفسه كثير وبيحب ذاته كمان بين الشخص النرجسي؟ صحيح. للأمانة كلمة نرجسية فعلا مثل ما تفضلتي وبشكل دقيق جدا عم تستخدم استخدام ما نسلم، يعني استخدام احيانا عشوائي او عبث، انه شو هالتصرف اللي قام فيه تصرف نرجسي، اي تصرف يخالفني او يخالف المجموع صرنا
النرجسية. الشخصية النرجسية هي شخصية، أولا أعتقد بأنها تمتلك قدرات خارقة أكثر مما هي على في حقيقة الأمر. صحيح. يعني يعتقد بأنه يستحق هذه المناصب وهذه الأماكن وهذه المكانات من دون أن يستحقها على الإطلاق. يعني في غيره أجدر منه بصراحة. هو شخص ما في عنده تعاطف مع الآخرين، يعني هو يستخدم الآخرين لأن يكون الشخص المهم بيناتهم. وإذا ما كان الشخص المهم بيناتهم فإنه ينسحب ويبتعد عن هذا المكان. فهو شخص دائما عنده تقدير الذات مفرط أكثر من الحقيقة، الغير مستحق أن يتعامل مع أشخاص مرموقين في المجتمع. ما في مشكلة إنه نتعامل مع أشخاص مرموقين، مع أن كل الناس مرموقين، يعني أنا ضد هذه التسمية، ولكن يعني هو بيعتبر الآخرين غير مسموح لهم، هو مسموح له أنه أو يحق له التعامل مع أشخاص مرموقين في المجتمع. شو هي المعايير دكتور؟ صار عم نحكي عنها. المعايير غير تقدير الذات مبالغ فيه، غير أنه هو بيظنه أو بيتفكره أنه هو يستحق الأفضل، هو غير جدير بهي المعاني. شو هي المعايير اللي بنسمع عنها؟ أيضا منا هي معيارين. أيضا منا عدم تعاطفه مع الآخرين. الشخص النرجسي ما في عنده مشاعر تجاه الآخرين، بيجرح هيك، بيقوم بأي خدش لمشاعرك من دون ما يتأثر على الإطلاق. بيستخدم الآخرين فقط للوصول إلى مآبه. يعني هو بيحب الأشخاص يلي بيعتبروه هو محور، وهو وجوده بيناتهم أهم شخص. أي شخص بيخدش له هاي النرجسية بيثير غضبه وعدوانيته تجاهه، وهذا الشيء بتمنى الوقت ما يدهمنا ونتحدث عن الشخصيات النرجسية السمية اللي هي خطيرة، ممكن تدمرنا. ممكن أكثر من مستوى النرجسي، في نرجسي سمي، يعني نعم هو سمي. هو لسه
يعني فوق النرجسي بدرجة بيتبع الإنسان اللي بيسأله لحتى يدمر ويدمر أسرته ويدمر أولاده هذه كلها تعتبر علماء نرجسية. حتى الشخص اللي بيكون على علاقة وطيدة جدا معك وفجأة ما عاد بده اياك، هذا الشخص نرجسي. او هو شخص مثلا اذا رحتي عملتي اي نشاط خاص فيك بعيد عنه ايضا هذا نرجسي. هو شخص مضطرب يعني بنواقصه العصبية بعقله وبسلوكياته وبنشأته. أكيد بيحبوا المديح، أنك تمدحه دائما تمدح في دائما بحاجة المديح رائع جدا. أو بينزعج وقت يشوف وقت المضطرب شوي بصراحة ما بتمدحي، بحس انه هو في شيء ناقصه. نعم بصير غضب القصة. طيب دكتور، الشخص ليوصل لهدول المراحل ولهي الشخصية هو مو وليد الفجأة، في أساسات، في نشأة بالبيت، وفي أهل، في أم وأب، وفي مجتمع هنن اللي أثروا عليه لوصل لهي المرحلة. خلينا نرجع شوي لذاكرة الطفولة وأي مشكلة نحن عم تصيبنا، إن كان نحن أو إن كان بالمجتمع، نرجع للطفولة. كلامك صحيح. خلينا نحكي عن اليوم أسباب هذا الشخص النرجسي. أكيد طبعا من شروط السلامة النفسية إن كان عند الطفل أو المراهق أو الكهل هو نشأته الأسرية ضمن أسرة سليمة هادئة بعيدة عن المشاكل، عكس الشخص اللي بينشأ ضمن أسرة مليئة بالمشاكل بصراحة بينشأ مضطرب. فالشخص النرجسي هو الشخص بالدرجة الأولى في عنده الاستعداد البيولوجي واللي دائما نحكي عنه بمعنى الكيماوي الدماغي اللي هو جاهز لأنه يجعله أمام هكذا تربية بهذا الشكل من السلوك مع الآخرين. لأنه راح أعطيك العكس هلأ، إذا ما كان جاهز بيولوجيا حتى ولو ربيته غلط أنا راح يكون إنسان متواضع وبسيط ولطيف. وهذا الشيء بيفسر وجود شخصين بنفس العائلة. برافو عليك. صفة لحاله. برافو عليك. اثنيناتهم طبقوا نفس التربية ولكن كيما هذا الطفل صحيح تختلف. طبعا نحن بنجيب هاي النتائج او مو نحن الباحثين بيجيبوا النتائج هاي من خلال الدراسات على التوائم. التوائم الحقيقية هي افضل مادة في العالم لدراسة
مشاكل الوراثية بصراحة، وتفاعلاتها بالمستقبل على نفسية الطوائن تختلف دكتور. إذا بنفس الطوائن الحقيقي ممكن إذا تربوا بنفس البيئة أو نفس المعاملة نفس الوسط شابهين هناك اختلاف. مشان ما نبتعد عن موضوع التربية بالنسبة أو نشأة النرجسي، فالنرجسي بداية ولد عنده استعداد كيماوي دماغي لأن فيما إذا بالصدفة تربى بهذه الطريقة يكون نرجسي. شو هي الطريقة؟ الطريقة دائما هي طريقة مبالغ بتقدير الآخرين له وفرض تقدير الآخرين له. مثلا رفقاته يعني الأهل ما بيشجعوا ابننا لأنه يكون واحد من هذا الفريق، لا لازم يكون هو أهم شخص بالفريق. الأهل ما بيشجعوا على أنه يكون واحد من هالصف، لا هو أحسن واحد صف. يعني دائما عم يفهموا انه انت الافضل. انا فيني خلي ابني يكون افضل ولكن بطريقة ما يكون فيها نرجسي، وبنفس الوقت طلع كل المواهب موجودة عنده حتى ولو كان في عنده استعداد. لأنه أنا أتصرف ما بعرف ابني شو في عنده استعداد. ده بدي أحذر هذا الموضوع دكتور. اليوم لما ابننا أول ما يفوت على المدرسة الأم أو الأب بدي إياك أشطر واحد، بدي إياك البطل، بدي تسبق رفقاتك، مو أنا بدياك متميز وتحبون ويحبوك ويجوا لعنا ونروح لعندهم ونشعر بأنه أنت واحد منهم. تمام. لفاتك مين من كانوا وين من كانوا أبدا ما بيجوز نبعده عن أي شخص إلا لأسباب ممكن نشرح له إياها. ما بيجوز أنا أبعده لأنه والله نحن ساكنين بالمنطقة الفلانية وهو ساكن بالمنطقة الفلانية، أنا أبوك بيشتغل العمل الفلاني وهو أبوه بيشتغل. إذا بتشتغل عمل كل مين عنده ظروفه، يعني ما حدا. مو كل الأهالي اليوم بيقولوا لابنهم هاي الكلمة، يعني المعظم بيقول لا تخلي حدا يضربك، اللي بيضربك يضربه. إذا بتاكل قتل بالمدرسة رح تاكل قتل بالإجمال. لا تخلي حدا يقلك أغراضك، لا تخلي حدا. كلام صحيح. يعني في عدوانية بتصير حذر. كلام صحيح. وبالإجمال أنا دائما بقول نحن بلد أو شعب ما بيعرف يربي الأطفال، لأنه أو نتمنى أنه
نبني بلد قوي جدا، زائد انه بنعمل التربية الوراثي، لانه انا دائما بقول التربية الوراثي تنتقل من ابني لابنه. تمام. مثل ما انا ربيته. صح. فنحن لا بنقرا ولا مستعدين نقرا كيف سلوك الطفل وتربيته، ومنربي على وراثة أهلنا. كيف أبي كان يقول لي أنا أبي ما كنت استرجي أرفع عيوني بوشه. ليش يعني؟ وين المشكلة إذا تواصلنا بالبصر مع بعضنا وصافي مع عطف؟ أنا أمي ما كنت استرجي حضن أو كذا، مع أنه الحضن للوالدة وللأخوة ولكل أفراد الأسرة هي من الأمور المعززة لكثير من المشاعر. طبعا. بالطب النفسي يعني في كثير من الأمور بصراحة خطأ ونحن مستمرين عليه. لذلك يعني كل المؤسسات أتمنى المعنية بهذا الموضوع فعلا تبذل جهد على هذا الموضوع من أجل تحسينه. دكتور، نحن كثير من الناس مع أن بعض الأطفال اللي عانوا بطفولتهم من التنمر. نعم. نحن نعرف أنه أغلبهم ممكن يصيروا أشخاص انطوائيين، ضعيفي الشخصية. بعض الحالات تماماً، بعض الأشخاص بحالات نادرة ممكن كآلية دفاع الشخص عن ذاته ممكن يتقلب معه على نرجسية على كبر. هذا الشيء هي حالات خاصة ممكن تتحول لشخصية نرجسية سامة كنوع من آلية الدفاع عن النفس. شخصية نرجسية وشخصية سيكوباتية بنفس الوقت حقيقة، لأنه بالنهاية الشخصية النرجسية هي شخصية في عندها باللاوعي صراع ذاتي، يعني ما في عنده سيلف كونفيدنس، ثقة بالذات ما في عنده لحتى يكون عارف مكانته بهذا الموقع شو هي. لذلك هو عم يفترض انه انا افضل بناء على مجموعة من الاضطرابات. فمن الضروري جدا العمل على فعلا التنشئة المدرسية أو المنزلية بشكل سليم لهذا الموضوع. أما بالنسبة للشخصيات النرجسية السامة أو السمية حقيقة يعني كثير من العلماء بينصحوا بالابتعاد عنها، لأنه لابد من الابتعاد عنها من أجل أن تتقي الشر.
لهم أسامي عديدة، ولكن كلهم بيشتركوا بصفة واحد ألا وهي التناقض بالمشاعر والانفعالات الداخلية عم تنعكس بغضب وعنف وعدوانية تجاه الآخرين. النرجسي هو الشخص بيحسد الآخرين وبيتمنى الآخرين يحسدوه. تمام؟ حلوة هي. بيحسد الآخرين على نجاحاتهم الحقيقية ويتمنى الآخرين يحسدوا على نجاحه الزائف. الشخصيات النرجسية السمية يفضل الابتعاد عن أماكن خبراء بالتواصل معه، لأنه بصراحة من الممكن جدا أن يؤثر على حياتنا، تدمر أسرنا، تنخدش بأي لحظة، تضطرب، تصير عدوانية و تنعكس سلبا على كل شيء بحياتنا. أكيد حياتنا بشكل كثير كبير. طيب دكتور، هيك ولو سريعا، يعني هدول الأشخاص مفروضين بحياتنا وموجودين بكثرة، كان بعملنا أو بأي مكان ثاني، نحن اليوم كيف قادرين نتعامل معهم ونحذرهم؟ هلا أنت اليوم الحذر واجب منهم، اليوم كيف نحن قادرين نتعامل مع هيك شخصيات من دون ما يكون في خسارات؟ صحيح. الشخصية النرجسية هي من الشخصيات، وجميع اضطرابات الشخصية غالبا ما بيلجأوا للطبيب بصراحة. ليش؟ لأنه في عندهم وهم وعندهم قناعة ثابتة بأنه أنا فعلا هيك، ليش لحتى أروح لعند الطبيب؟ أنا ما فيني شيء. بالإضافة إلى مجموعة المشاكل الثقافية بالمجتمع، بأنه أنا ما بروح لعند الطبيب، وأنا ممكن الشيء هذا يكون مسبب لي انه اعتبريني انه في عندي مشكله عقليه او ما الى هنالك. لذلك نحن اذا ما كنا خبراء، افضل شيء نعمله صراحه نتجنبهم. الابتعاد. الابتعاد الا اذا فعلا استبصر او حدا نبهه، وبالتالي التعاون بالعلاج. هناك قصص كثيره بنقراها حقيقه بدراستنا عن اشخاص فعلا كانوا نرجسيين وفعلا كانوا مؤذيين، ولكن يعني من احدى القصص ان احد الاشخاص ارتبط بسايكولوجيست بباحث
شخصيتك النرجسية، وفعلا اقتنع وبلش انه يعالج نفسه وبلش انه ينصح الاخرين بالانتباه لتصرفاتهم كلياتهم. فالابتعاد هو مهم جدا، والا ممكن تكون الشخصيه النرجسيه سميه وتاذينا، الا اذا تعالجت. بالعكس احنا ممكن انه ندعمها، ممكن انه نتشارك معها بكثير من النشاطات ونشعر بانه هي واحد مننا ونحن مثلنا مثلهم. توجد فروق بيناتنا ولكن ليست بهذا الشكل اللي انت معتقده. اكيد لك. شكرا دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ويا ريت ننتبه كثير منيح لتنشئه اطفالنا. يمكن اي خدش صغير بنفسيتهم ممكن ياثر بشكل كثير كبير لما بيكبروا وبصيروا بمرحله الانتاج ومرحله الدخول بسوق العمل والحياه الاجتماعيه. شكرا لك. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها، ان شاء الله هيك بنكفي بحلقات ثانيه اليوم ونحكي بالعلاج وكيف نحن قادرين ناثر بهذا الشيء. شكرا لك. نحن مكملين بصباحنا غير لليوم، وقبل ما نروح لثاني فقراتنا لليوم خلونا نروح لغرفة الأخبار مع زميلتنا ميس لنكون بآخر الأخبار السياسية المحلية والدولية. صباحك يا ميس. يسعد صباحك رشا، وصباح الخير لفرح ايضا مشاهدي الاخبار السورية. موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. وصلت الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري، وصلت عملياتها الأمنية في مدينة جاسم على امتداد 55 كيلومتر شمال غرب محافظة درعا ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي لليوم الثاني على التوالي. وذكر مصدر أمني أن العملية الأمنية تدور مواجهتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم بعد ورود معلومات عن وجود مقرات للتنظيم داعش الإرهابي في هذا الحي، ما استوجب عملية أمنية عسكرية محدودة في الحي، مشيرا إلى أنه تم استهداف أحد المقرات وكان يتواجد فيها عدد من إرهابي التنظيم ويعرفون بأمراء التنظيم أحدهم عراقي الجنسية. وأشار المصدر إلى أن العملية الأمنية تشهد مشاركة واسعة من أبناء محافظة درعا الذين قدموا من ريفي الشرقي والغربي، حيث استشهد 3 أفراد من المجموعات الأهلية التي تواجه التنظيم.
واصلت المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال الساعات الماضية عملياتها المقاومة بإيقاع 5 إصابات في صفوف الاحتلال و3 عمليات إطلاق نار. وفجر المقاومون 3 عبوات نزيفة وأحرقوا نقطتين عسكريتين وحطموا مركبة للمستوطنين وتصدوا لهم وألقوا زجاجات حارقة ومفقعات نارية في 3 نقاط. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات